ننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي يجمع وزراء خارجية العراق وايران وسوريا في بغداد خواهران و برادران روزنامه کار از شما متشکرم شما از صبح زود تا الان در اینجا حضور خسته شدید جمع اون مبارک باشه شما خسته شدید ما هم خسته شدیم اما خب انشاءالله ترحیبا حارا إخواني الأعزاء معالي الوزير بسام الصباح وزير خارجية الجمهورية العربية السورية وأخي معالي الوزير عباس عراقشي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونشكركم ونشكرهم على هذه الزيارة وعلى عقد اجتماعات متتالية كان هناك اجتماعات ثنائية ومع فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد ودولة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وسيادة الرئيس محمود المشداني وايضا كان لنا نحن الوزراء اجتماعات ثنائيه واليوم بعد ظهر كان الاجتماع ثلاثيا طبعا المحور الاساسي والموضوع الاساسي يتعلق بالاوضاع الصعبه والخطيره في سوريا و تم مناقشه الاوضاع بصوره تفصيليه الوضع الامني الخطير وتبعات هذا الوضع على الدول الاخرى والدول المجاوره وخاصه على العراق هناك تاكيد واضح من ان امن سوريا متعلق بامن المنطقه وأمن المنطقة متعلق بأمن دول المنطقة وأمن العراق متعلق بأمن المنطقة ومن هذه الدول أيضا بأمن, بأمن سوريا هناك هجمات مسلحة مستمرة الآن في المدن والمحافظات السورية نحن في العراق ندين هذه الهجمات. وندين الكيانات الارهابيه. والتي صنفت دوليا ووفق لقرارات وبيانات مجلس الامن. ندين جميع المنظمات الارهابيه اينما كانوا. ونحن في العراق كنا ضحايا الارهاب. و محاربي الارهاب. التحالف الدولي لمحاربه الارهاب تاسس لمحاربه الارهاب اولا في العراق. والعراق من مؤسسي التحالف الدولي. وتحالف الدولي مستمر في محاربته للارهاب في دول عديده. الموقف العراقي واضح مثل ما قلت ان امن سوريا وامن العراق مرتبط وامن الدولتين مرتبط بالدول المحيطه من ثانيا اننا نؤكد على حمايه الاراضي العراقيه والحدود العراقيه وابعاد العراق من اي هجمات ارهابيه وابعاد العراق من الحرب هذا واجب القوات المسلحه العراقيه بجميع اصنافها حينما اتحدث عن جميع اصنافها اتحدث عن الجيش العراقي الحشد الشعبي، قوات البيشمركة، وجميع القوات الأمنية العراقية، على أهبة الاستعداد، وحماية الحدود، وحماية الشعب العراقي. نحن نؤكد على دعم الشعب السوري، من خلال ارسال المساعدات الانسانيه للشعب السوري وللنازحين في سوريا بغداد ستبادر ستبادر محاوله لاجتماع عدد من الدول لعقد اجتماع عدد من الدول في بغداد لمناقشه الموضوع السوري والاوضاع الخطره في سوريا وسوف نقوم باتصالات دبلوماسيه في سبيل الوصول الى تفاهمات مع ممثلي هذه الدول وهذه الدول قسم من أعضائها هم من أعضاء في اجتماع استانا ولكن الاجتماع الذي نبغي إليه هو اجتماع بغداد لأن الوضع في سوريا يهمنا وتدارسنا نحن الوزراء الثلاثه الاحتمالات والتهديدات سواء ضمن المجتمع السوري او ابعادها والتي تهم المجتمع العراقي والمجتمعات الاخرى وسندعو كما دعا زميلنا وزير خارجيه الجمهوريه العربيه السوريه الى اجتماع عاجل للجامعه العربيه وعلى مستوى الوزراء وسوف نفعل كافه السبل الدبلوماسيه من اجل الوصول الى التهدئه في الوضع السوري اتصلنا وتواصلنا مع العديد من الزملاء الوزراء وزراء خارجيه تركيا وخارجيه دوله الامارات والسعوديه والاردن ومصر ووزراء خارجيه من الدول الاوروبيه والغربيه وسوف نستمر بهذه الاتصالات ونعمل معا مع زملائي وزراء خارجية جمهورية الجمهورية الاسلامية الايرانية وزميلي وزير خارجية سوريا من اجل التنسيق لكل هذه الفعاليات الدبلوماسيه مره اخرى ارحب بزملائي في بغداد واشكرهم على هذه النقاشات والحوارات المهمه والتي تصب في مصلحه الامن والاستقرار في المنطقه وتصب في مصلحه هذه الدول ودول المنطقة وشكرا جزيلا لهم على الرحب والسعة في بغداد وأهلا وسهلا اسمحوا لي أن أدعو أدعو زميلي الأخ بسام لتحدث إليكم ونقل وجهة نظر الحكومة السورية أولا وبعد ذلك أطلب من أخي وزميلي دكتور عباس لكي ينقل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية إليكم وشكرا جزيلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أخي العزيز دكتور فؤاد حسين الحقيقة أجريت صباح اليوم لقاءات مع القيادة العراقية مع سيد رئيس الجمهورية سيد رئيس الوزراء وسيد رئيس مجلس النواب كما أيضا أجرينا لقاءات ومحادثات مع أخي وزير خارجية العراق ووزير خارجية إيران محادثات هامة كلها تمحورت حول التطورات الأخيرة في سوريا والناجمه عن استمرار الهجوم الارهابي الذي شنته يوم 27 تشرين الثاني جبهه النصره هيئه تحرير الشام المصنفه كيان ارهابي من قبل مجلس الامن الى جانب عدد من المجموعات والتنظيمات الارهابيه على محافظات حلب وادلب وحماه واليوم على حمص والتي تم ادانتها بشكل قاطع لا لبس فيه. لقد شرحت لكل من التقيتهم التطورات الميدانية والتهديدات الامنية والظروف الانسانية، خاصة وأن هذا الهجوم الإرهابي قد تسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان والمدنيين الآمنين. لقد عرضت أيضا للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية السورية لتأمين الاحتياجات الإنسانية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي خرجت عن السيطرة. أكدت على أن الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية تقوم بواجبها الوطني في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي إلا أنها اضطرت الى تنفيذ عمليات تتناسب مع تكتيكات المعركه واعاده التموضع والانتشار. وتم التاكيد على استمرار الجيش بالقيام بواجبه ضد كل من تسول له نفسه العبث بامن وامان السوريين. اكدت ايضا على ان الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الارهابي تنتهك بشكل واضح قرارات الامم المتحده ومجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وايضا الاتفاقيات التي تم اقرارها في اطار مسار استنا تم التجديد على ان هذا التهديد الارهابي الخطير لا يشكل تهديدا لامن واستقرار سوريا فحسب بل ايضا لامن واستقرار دول المنطقه عرضت بوضوح لاوجه التدخل الاقليمي والدولي في كل مجريات ما يحصل الان في سوريا وسبق ان حصل في سوريا وشددت على ان هذه التدخلات باتت مكشوفه ومفضوحه وتهدف الى تحقيق اطماع تاريخيه وتقسيم جديد للمنطقه واعاده رسم خارطتها السياسيه وفقا للاجندات المعاديه لتلك الجهات في هذا الاطار شددت على اهميه حشد كافه الجهود العربية والاقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب ومكافحته ومكافحة جميع أشكاله وصوره، وإدانة الهجمات الإرهابية التي قامت بها هيئة تحرير الشام وأيضا دعم جهودها في الحفاظ على سياده البلاد وسلامه وامن مواطنيها ووحده اراضيها في الحقيقه كان هناك تضامن ودعم واسع للحكومه السوريه ولسياده ووحده الاراضي السوريه ومكافحه الارهاب وكان هناك تجديد على ضروره عدم القبول بازدواجيه المعايير في التعامل مع الارهاب والتصدي له ومكافحته بدون اي تمييز. مره اخرى اشكركم اخي فؤاد معالي الوزير على استضافه هذا الاجتماع الهام لي ولاخي عباس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. قبل <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء، اود ان اتقدم بالشكر الجزيل على استضافه هذا الاجتماع المهم. من قبل اخي العزيز السيد فؤاد حسين وزير الخارجيه العراقي. انني اليوم كان لدي او كانت لدي لقاءات جيده في بغداد مع فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجيه قد تحدثنا حول العلاقات الثنائيه بين البلدين. وبشكل خاص تحدثنا وتطرقنا إلى التطورات في سوريا الحمد لله العلاقات بين إيران والعراق العلاقة الثنائية تسير بشكل جيد بعد زيارة فخامة الرئيس الزيارة الناجحة لفخامة الرئيس الدكتور بيزشكيان إلى بغداد والزيارة التي كانت اشتملت اربيل وبصره فان العلاقات بين البلدين تسير في مسار جيد والاتفاقات التي تم التوصل اليها في تلك الزياره فحاليا يتم تنفيذها واليوم نحن اتفقنا على ان نتخذ خطوات اكثر في هذا المجال. اما بشان موضوع سوريا فكانت لدينا مشاورات عن كثب وقريبه مع الاخوة وهناك اتفاق في وجهات النظر بشان التهديدات المتمثلة ضد اه سوريا حكومة وشعبا وتداعيات ذلك على دول الجوار وكل المنطقة. ولهذا اتخذنا القرار بشان انه ان نستمر في نشاطاتنا بشكل مشترك بشكل مشترك على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الدولي. الاجتماع الثلاثي بين ايران والعراق وسوريا قد تم عقده مساء اليوم وقد تم واخوتي الاعزاء قد وضحوا بشان ذلك، فقط اريد ان اؤكد واكرر هذا الموضوع انه رساله اجتماع الثلاثي لهذا اليوم بين وزراء خارجيه ايران والعراق وسوريا، الرساله كانت هناك كانت ثلاث رسائل الرساله الاولى هي رساله دعم سوريا حكومه وشعبا في مكافحتهما للجماعات الارهابيه التكفيريه والذي طبعا من دون ادنى شك انه خلال مؤامره امريكيه صهيونيه تتم هذه الهجمات اذا يريد احد ما ان يتجاهل دور الكيان الصهيوني في هذه الهجمات فبالتاكيد هو مخطئ. الارهاب التكفيري والجماعات التكفيريه التي قد تم تصنيفها ارهابيه من قبل الامم المتحده ايضا تحرير الشام، جبهه النصره وباقي الجماعات قد شنوا هجمات ضد سوريا حكومه وشعبا وان الحكومه السوريه والشعب السوري والجيش السوري حاليا يواجهون هذه الجماعات. ونحن في هذا المسار اعلنا عن دعمنا لسوريا، ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لطالما دعمت سوريا وستستمر في هذا الدعم بكل ثقلها وبكل ما تحتاجه سوريا وتطلبه منا. الرساله الثانيه تمثلت في أنه التهديدات الإرهابية ضد سوريا فلن تنحصر حصر في سوريا بل ستشكل تهديدا لكل دول الجوار وكل المنطقة إذا سوريا تصبح وتتحول إلى مأمن للإرهابيين فيجب أن نتوقع عودة داعش وباقي الجماعات الإرهابية وذلك سيشكل تهديدا كبيرا للمنطقة وهذا التهديد بالتأكيد لن ينحصر في سوريا بل سيطال ايضا دول جوار سوريا مثل العراق والاردن وتركيا ايضا. النقطه المهمه هي انها ان نعرف بان الارهاب لا يعرف حدودا. ومن اجل مواجهه الارهاب لا يجب ان نكتفي بالحدود بل يجب ان نحارب الارهابيين في مهدهم والا فسينتشر الإرهاب في كل المناطق إذا نريد أن ندافع ونحمي أمننا فعلينا أن نحمي وندافع عن أمن دول الجوار لنا وأن نساعدها في مواجهة ظاهرة الإرهاب الرسالة الثالثة لاجتماعنا تمثلت في أنها في أنه الإرهاب لا يجب أن نميز في مسألة محاربة الإرهاب ان ان جماعه تحرير الشام وجبهه النصره وباقي الجماعات التي حاليا تشتبك ضد الحكومه السوريه فقد تم تصنيفها كمنظمات ارهابيه لدى الامم المتحده لذلك هناك واجب دولي لمواجهه هذه الارهاب في سوريا الائتلاف الدولي ضد الارهاب لا يجب ان يميز بين الارهابيين نحن ليس لدينا إرهاب جيد وإرهاب سيء فيجب مواجهة كل الإرهابيين وقائمة الإرهابيين قد تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة لذلك فإن الدول التي لا تتحرك تجاه هذه التحركات لجماعات الإرهابية والتزمت صمتا تجاه ذلك أو تدعم هذه الجماعات فإنها برأي مسؤولة عن ذلك ويجب مساءلتهم بهذا الشأن لماذا يواجهون الإرهاب في الأماكن التي يعود لصالحهم ولا يواجهونهم في المناطق التي يعتبرونها سيكون بضررهم كما قال الدكتور فؤاد فإن العراق أيضا ضحية للإرهاب وإيران أيضا كانت ولا زالت ضحية للإرهاب وسوريا أيضا كذلك نحن يجب أن نتضافر جهودنا جهودنا المشترك ضد الإرهاب وأيضا على المجتمع الدولي أن يدعم جهود دول هذه المنطقة ضد الإرهاب خاصة الإرهاب التكفيري الذي نشهده حاليا في سوريا و. مستمر في جرائمه في جرائمه هناك في سوريا مره اخرى اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لزميلي الاخ الدكتور فؤاد حسين على استضافته لهذا الاجتماع وامل انه ان تستمر مثل هذه الاجتماعات كما انه اود ان أشكر على مبادرات التي تطلقها العراق والمقترحات التي يطلقها العراق بشأن عقد الاجتماعات والتحركات الدبلوماسية للعراق، نحن ندعم ذلك والعراق بإمكانها أن تعتمد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق الهدوء والأمن والاستقرار لهذه المنطقة. وفقا لاقتضاءات الدبلوماسيه والامنيه الموجوده في المنطقه شكرا جزيلا والسلام عليكم